C58 هو واحد من الأسلحة الجديدة اللي ضافوها في وورزون. في آخر الفيديو رح تشوف ترتيبه، خاصة إنه الفارة هلا مسيطر. ما تنسوا فولو لايك وتاج، بكبس على كبسة الشير بعدين ايش ما بدك. تعديلات: ايجنسي سبريسر 18.5 تاسك فور اكسيال ارمز 3 45 راوند فيلد ايجنت جريب، هو اضعف من الاي كي لكنه اقوى من الفارة لحد مسافة 37 متر، بعدين برجع من 40. وهذا هو